الدكتورة منى صالح الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، الحائزة على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، مؤسسة أول مدرسة من نوعها في الوطن العربي لتعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد. بنت مصر تملي السابقة، هي بنتك هي أختك، شايلة اسمك لا تشرف، ناس كتير بتقول يا بختك عرف الدنيا دي. بنت مصر وهي ناجحة، وهي مسؤولة وقوية، الرسالة باينة واضحة، دورنا في الفترة اللي جاية، دورنا أكبر وإحنا نقدر، إحنا قد المسؤول.